انا ناصر زلب ابن عم الكبير، اقول للناس ايه دلوقتي؟ اقول لهم العاقل الرزين الوكيل خلاص اتجنن ماشي يكلم نفسه في الجنينه، ايه المصايب دي؟ الحقني يا قاسم الحقني. ايه تاني حصل؟ ماليش دعوه بالوكيل. امال ايه؟ الثلاجه ال40 قدم مالها؟ ما فاضلش منها غير 2 قدم. ايه ده؟ مقتنيات كنوزي راحت فين؟ طب الحمد لله ان انا اكلت قبل ما الثلاجه تروح. انت اكلت حاجه من الثلاجه بتاعتي؟ اكلت كوارع. ايه ده؟ اكلت كوارع القديمه دي؟ قديمه بتاعت مين؟ مارين مونرو. مارين مونرو؟ ايوه. وانا اقول رجليا حلاوه ليه؟ انا مش عارف. انت بتقلس؟ لا والله مقتنيات غاليه. سخان. ايه؟ السخان يا اساتذه. ماله؟ يد خفيه امتدت وانتزعت السخان وانا واقف تحت الدش. ايه ده؟ وفجاه الحمام بقت ريحته شاي. ايوه انا شميت ريحه الشاي. كان شاي ايه ياد؟ ده انتوا بتهربوا يا وحيد. يلا شوف الوكيل يلا بيكلم نفسه في الجنينه. تعالى تعالى هقول لك هاتوا ليه. كنت بتكلم نفسك ليه؟ في ايه؟ بعت اكسسوارات البيت عشان تسدد ديونك؟ بس انا ممكن احكي اللي حصل لي امبارح؟ اه اتفضل. بس ما حدش فيكم يتريق. لا ما حدش هيتريق. معقوله؟ شفت لينا الكاميرا المعفنه بتاع الست هند؟ انا كاميرا بتاعتي معفنه. مالها الكاميرا المعفنه يا وكيل؟ طلع لي منها عفريت يا سي خالد. سمعت الكلام المعفن؟ وفي عفريت ليام دي؟ والله طلع منها عفريت اسمه عفروتو. كمان سميته؟ ايوه عفريت. شوف ايه نايم ليه؟ شوف انا عامل حساب البلاوي دي. شوف يعني انت عشان تضحك توقع عماره 12 دور؟ ما تضحك وانت باصص فوق. هقوم. عفريت ايه بس اللي ولد؟ والله يا قاسم طلع منها عفريت. لبيك لبيك عبدك ملك ايديك. اسكت مش لغوها. لا وشبيك لبيك. مين دول؟ العفاريت ولا احنا دريانين؟ يا سلام. اه والله نايمين على ودانا. لغوها وحطوا مطرحها. اقعد واتقنعر خد نفس واتمنظر. خد نفس دي احلى حاجه. ما قالوش استعبط واستهبل وسيه علينا. تعال اجري اجري. انت هتفضل مش مصدق؟ يعني انت طلع لك عفريت بجد؟ والله يا قاسم طلع لي عفريت. يا سلام. جاب لك ايه بقى؟ ما جابش حاجه يا عم. انت هتنق فيها؟ ما جابش حاجه والله. فلوس بنا لك؟ والله ما جاب حاجه. ليه؟ هو العفريت اللي طلع لي ظروفه وحشه. نعم. ظروف مين؟ العفريت ده واخد خلاط بالقسط. ايه هو؟ ده حالته تعبانه تعب ما حصلتش. ايه ده؟ ايه ده؟ اه والله بقى. فوق ده كله بقى صاحب مرض مسكين. يا سلام. اه صحته على قده. هم دول بيعيوا؟ بيعيوا. ده جاله تروكه وشكشوكه ورا بعض. ايه؟ جاله ايه يا وكيل؟ تروكه وشكشوكه. ده غير البيض والبسطرمه؟ انا بقول لك هنتعشى ايه النهارده؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ تروكه وشكشوكه دي امراض معروفه. يا سلام. بتيجي فين يعني؟ بتيجي في الكبد والقوانص. اللي بلخيب يا رب كميله العفريت. والله العظيم يا هند طلع لي عفريت وعفريت عيل عنده 3 سنين. عنده 3 سنين يا حبيبي. طب كنت هاتهولي ارضعه. ايوه. ايه؟ بص يا اخ وكيل، بلاش تخريب بقى وبلاش صياعه. انت بعت الحاجه. ابيع ايه يا ابني؟ هات نص الفلوس واحنا مسامحين. الواد ده مجنون. ابيع ايه؟ قلش ادبك. والله العظيم انت مجنون. ما تعليش صوتك. عفريت معفن. عارف انا لو شفته؟ اقعد. عفريت ايه معفن؟ اه قلت عفريت ايه؟ اه والله قلت معفن؟ لا لا يا كذاب. انت بتقول كلام مش منطقي. انا هوريك. اوعى تضرب تاني. لا هكسرك. اوعى تضرب تاني. بص انا هوريك عشان تقول اللي انت بتعمله. ايه ده؟ ايه؟ ما تاذيش حد. اوعى تهزر. انا هوريك. انت راجل كبير وانا ممكن اعذبك. انا بفهمك. ايه ده الوكيل؟ تمد ايدك عليه وانا واقفه ازاي؟ يلا يا بقول لك ايه؟ يا نهار اسود. ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يا اخويا. ايه؟ مش عارف ايه ده؟ بلاش ده! بلاش ده! بلاش ده! ايه اللي انت بتعمله ده؟ عشان بتشتمني! انا عزيتك! مجنون! مجنون! انت لازم تظهر دلوقتي! لو انت روح فاتح مصباح خشمك! خش! انت تزقني! خش! انت تزقني! استنى مش فاهم! مش فاهم حاجة! بقول لك ايه؟ نعم. انا عندي شعرة! ساعة تروحها! انت عندك شعره؟ اه. ده انت عندك باروكه ما شاء الله. اسود. طول ما انت بتغلط فيا وكيل اخليهم يعملوك على انك مجنون. عشان خاطري يا عفروتو لازم تظهر لهم. وهتشتم تاني؟ مش هشتم يا سيدي. طب يلا خليهم يبصوا ناحيتي. هظهر. هتظهر؟ يلا. ربنا يخليك. الله يكرمك. انت بتكلم مين يا وكيل؟ ايه؟ العفريت معانا. يلا يا رب. يلا اقعد بقى. بس فين يا عم؟ عايزين تشوفوه؟ اه. بصوا الناحيه. اه. طب بصوا فوق ليه؟ ده هو طول كده. ايه اللي وداكم فوق؟ طب وربنا ما انا ظاهر. يلا غور بقى. انت زعلان؟ يعني اروح اعيش في الفلبين؟ ايه الاهانات دي؟ الفلبين ليه بس؟ عايز نظهر؟ ايوه. خليهم يقولوا ايه ده؟ العفريت ده جاب الطول ده كله منين؟ اسمعها مره واحده قبل ما اموت والنبي يا وكيل. يلا. حاضر. يلا. حاضر. في ايه؟
يا اولاد إيه عشان العفريت يظهر قولوا ورايا. ايه ده العفريت جاب الطول ده كله منين؟ ايه ده العفريت جاب الطول ده كله منين؟ يلا خليهم يسخنوني. ايه يسخنوني يعملوا ايه؟ هقول لك خليهم يقولوا ايه. هلا هلا يلا يا عفروتو، هلا هلا يلا يا عفروتو. هم هينقلوا مركب. قول ايه اللي بتقوله ده؟ قول الايه دي تعويذه لازم لازم. يلا يا اولاد نعم عشان العفريت يسخن وينط في وسطيكم مره اخرى. قولوا هلا هلا يلا يا عفروتو، هلا هلا يلا يا عفروتو. طب هلا هلا يلا يا عفروتو. نصر بلدنا بلد سواح فيها الوكيل بيستعبط. هديك بالقلم على وشك. انا بقول لك اهو ودي راسيه المجنونه يا ضياء. اسف انت عزفت يا اسف. ايه انت بالذات اوعى تتنطط. ليه ده انت ممكن تدوسه من غير ما تحس. كيكا كيكا العفريت بتاعك ده غاوي فنون شعبيه. مريم انزلي له بالحجاله. شفت الحجاله؟ ايه يا عم ده؟ ايه؟ انا طلعني عفريت من فرقة رضا، ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يلا بتكلم مين يا حاج؟ ما هيظهر اهو. انت بتكلم مين؟ هيظهر هيظهر. اي هبل يعني. ايه؟ رضا والله وراضيناك. ايه؟ دلع حتى ودلعناك يا جزمه. كافي ليله اتمرمط اللي جابونا معاك. انت بتكلم مين يلا؟ بكلم صرصار، ما هو هبل بهبل بقى يلا. يلا. الواد الصغير بقى عبيط يعني. الحق. مركب عبط وصلت الفيلا. يلا وانت بتكلم مين؟ لا انا ببص على اللمبه. في ايه يا بنت ترخي؟ اصل اللمبه بتاعته دي قليله الادب ونورها مكشوف. ليه يا بنت؟ ظبطوها ماشيه مع سلك عريان. ايش 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 يا لوزة. ايش العيال ضربت ضربت. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بس يا عيال ايه العفريت هيظهر. والله تعالوا كده هيظهر معاكي. بس بيهزر معايا هو موجود يا وكيل. هيظهر خلاص. هز. طيب بقول لك ايه؟ ايوه اللي بيخاف يطلع بره، اللي بيخاف يطلع بره. حاضر. هتقول ايه؟ اللي بيخاف يطلع بره. يلا بسرعه. مالك؟ ايه؟ مالك؟ تعال. اللي بيخاف يطلع بره. ده انت اللي خايف. ايه 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 ايه؟ اللي بيخاف يطلع بره. ما ترجع في وشنا احسن يا عم الحاج. بلعين اتقلب. يلا وكيل هيظهر. ايوه يا سيادي. ايوه الظهور الظهور الظهور. واو واو مين؟ واو مين؟ عشان يساعدك. انت خلاص بقيت منهم بتنده لهم عادي كده؟ اوعى تنطق. يلا الظهور لعائلة الوكيل من الإدارة المركزية. الظهور لعائلة الوكيل. الظهور لعائلة الوكيل القاطن بدير النحاس. لا تشرب الدواء، الدواء فيه سم قاتل. يلا يا وكيل. يلا انت. هم جاهزين؟ ايوه العيال جاهزين. واحد واحد اتنين اتنين. الظهور الظهور لعائلة الوكيل. في ايه يا عم؟ ايه يا وكيل؟ انت شابك في حاجة؟ لا هم جاهزين. ايوه جاهزين. ايه يا وكيل؟ واحد واحد اتنين اتنين. اه يابا تلاتة. الله الله صدقتوني. ايه العظمة دي؟ صدقتوني. شفت قد ايه؟ اهو صغير. ايوه يا اختي كميله. ماما يا اختي. انت بتكلم مين يالا؟ ده سكر قوي. انت بتكلم مين؟ القصه كمان يا وكيل. انا ما ظهرتش يا الواد ده. مش شايفك؟ بقول لك ما ظهرتش. ما ظهرتش ليه؟ ربنا يكفيك شر الامراض يا عم. روح بقى. يا وكيل هو انت طالع لي خربان خالص؟ عيان عيان. ولما انت عيان طالع لي انا ليه؟ انت اخويا الوزير الصحه.
يا وكيل صحتي على قد اليومين دول. اقعد في سريرك، ما تنزلش الشغل تبهدل ولاد الناس معاك. انت عارف جالي ايه؟ ابعد عنك. جالك ايه؟ جالي رميس. ورمسيس يجي لك ليه؟ رمسيس مين؟ رميس ده مرض بيفقدني الظهور، وامي السبب فيه مش انا، الله يسامحها بقى. امك؟ اه. ليه؟ امي وهي حامل فيا كانت بتشم سحاب. السحاب اللي ماشي فوق؟ اه، كانت عفريته مدمنه سحاب، كانت تطلع الصبح تضرب سحابتين وتروح راجعه على طول. وده يعمل ايه؟ ده بيعمل دماغ مطر كده في الصيف. بس خاطر والنبي قول لهم احسن، فاكرينك اهبل. بص فاكرني؟ اه، دول متاكدين ان انا اهبل. قول لهم، قول لهم قالوا رميس ان امه كانت بتشم السحابه، قالوا رميس ان امه كانت بتشم، قالوا رميس. خلاص انت فرحان بامك؟ خلاص قول لهم. يا ولاد إيه؟ يوسف، نقول لكم يوسفك العفريت مات. لا اله الا الله. اوعى تعمل في نفسك كده، ما بلاش عشانك، عشان اللي في بطنك مش قادر.